الف مبروك يا حسن، فرحان لك بجد حبيبي. مبدئيا كده الكلام العجيب اللي انت جايبه في المسلسل انت جايبه منين؟ ده من حاجات كتير قوي يعني. اولا في حاجات كلها من الشارع، بس من حاجات مختلفة. انا عادة لما بمشي في اي مكان عندي كراسة كده بكتب فيها حاجات على طول. بتسجل بقى تكتب؟ لا بكتب، وممكن في حاجات بكتبها اوريدي بتبقى خلاص قديمة فما بتقلش. وعندي اصدقاء بقى بستعين بيهم، الجديد عندكم فيبعتوا لي، فكله عادي يبعت لي حاجات بشوف ايه اللي يمشي مع الشخصية. وفي معايا برضو ناس شباب ده برضو حلو يعني في الشارع على طول، فبيجيب لي الحاجات اللي في الاخر. عمرك في حاجات انا مألفها زي ايه؟ بابلو هتقابله دي. ده احلى سلوجان ده. عمرك كنت شبح في منطقتك كده وبرضو بتسيطر وبتعمل الشغل ده؟ كنت لسه بقول يعني ان انا اصلا من دمياط، فمش مش يعني ايه متربي في ممكن شكلي بيخدع يعني شويه وبتاع، لكن يعني احنا على طول في الشارع وعلى طول يعني، وانا متعود على طول يعني شخصيتي يعني مش عارف الكلام ده يعني من الناس اللي كنت بتخانق كتير على طول يعني ده. على طول. بس طبعا انت لو تطلع في التلفزيون بتحاول بتدي مثال كويس للناس وكده، لكن يعني هتلاقي عندي على طول في عورات قديمه وفي ورزات حاجات كانت جامده يعني. على طول كنت من الناس اللي على طول في سلاح في الخناقات دي. لا بتخانق بس لا مش بس من النوع اللي هو يعني ايه يعني بتخش بقلب جامد على طول من الاخر ومع كده. فالشخصيه بنت البلد عموما او الشخصيه موجوده جوايا. الفكره انت تقدم الشخصيه الشعبيه دي، هو بيشتغل ايه؟ هل هو مدرس ولا هل هو عنده محل ولا هل هو مش شمال ولا كذا؟ ده اللي بيفرق بقى في الحاجات المفردات بتاعه الشخصيه. اخد الحق صنعه، بتاخد حقك انت. انا لو حد ضايقني ما اقدرش ما اهداش غير لما اخد حقي. لو حصل لي يعني ما لو موضوع بسيط وبالنسبه لي تمام، لكن اللي يدخل معايا في عنده عايز مثلا يعمل معايا نمره ده مستحيل يعني. كل بتخلص ازاي؟ لا بنكلم بابل بقى وبتخلص. اوعى بقى لازم تبقى فيها سيطره. عايز اعرف منك القسط الاخير اخباره ايه؟ لا القسط الاخير مش هتدفع ولا الاجل. عشان نبقى في الدوري اعمل اخر على طول. مش حاجه في الدفع. سمعنا انك هتجيب حق نجلاء بدر من رامز. ما هو بقى خلاص بقى دي مشكله مع ان رامز حبيبي، بس نعمل ايه؟ ما اقدرش ازعل توحه. ده لازم اقدرش. شفت الحلقه وتابعت رامز السنه دي؟ شفت. طبعا انا عشان بنصور، فعشان يعني ما اكذبش عليك ان انا بقى قاعد بقى قادر اتابع حاجه خالص. عشان زي ما انت شايف احنا لسه بنصور، هو اول يوم في رمضان بس اللي اخدته اجازه، من تاني يوم بنصور، فاول يوم حاولت ان انا ايه لكن طبعا بقى في التصوير طبعا بنصور عدد ساعات كبير، فبشوف بقى مثلا لو حد على الانستجرام اشوف حاجه تيجي كده يعني. تمام. اخر حاجه خالص التاتو بقى والعلامه بتاعتك تحديدا. فايه العلامات دي؟ الحاجات دي التاتوهات دي طبعا بتاعت الشخصيه يعني قطعت الحاجب والتاتوهات دي، ودلوقتي هنقعد بقى نرسم الحاجات دي كلها عشان الجديد عندك بقى. الجديد باذن الله عندي فيلم جديد هينزل اسمه تحت تهديد السلاح، تاليف الاستاذ ايمن بهجت قمر، اخراج الاستاذ محمد عبد الرحمن حمائي، وانتاج الاستاذ احمد السبكي، وفيلم مختلف برضو تماما. طبعا معايا نجوم كتير بقى، ويعني بشتغل معاهم شيرين رضا ومي عمر واستاذ عمرو عبد الجليل وبهيمي فؤاد، يعني استاذ احمد بدير، ناس كتير في الكاست كبير. يا رب ان شاء الله فيلم مختلف يعجبنا ان شاء الله. شكرا.